المخيم فيه 100 عائلة، صار من سنة بالمكان هنا. المخيم يعني التنقل فيه صعب، وفي أرامل، في أيتام، في معاقين. في عنا الأخت أرملة بالمخيم، أم رهف، يعني هي الأرملة ما في حدا بيعيلها خالص، إذا ما اشتغلت هي ما فيها تأكل، تشتغل حتى تعيش أولادها. شايف شلون؟ تشتغل بالفاعل بالزراعة حتى تعيش أولادها، وما حد والله عم ينطيها شيء خالص أو يساعدها بشيء. ونحن والله الوضع المخيم سيء جدا. يا اخي احنا مخيم الامل نشكي دحجم على هالطين، حتى لا بي واحد يقدر يمشي، كل ما نمشي نقع، وما بي طب، ناس مرضانة دحج، ناس عجز يعني تشكي من الالم، لا ينطونا معينات، لا ينطونا شيء، يقرفونا بهالوادي. والله العظيم ما نشكي الا من الالم، والله ما لنا الا الله، ما نشكي الا الله رب العالمين. مبين هو عيل يلا خلينا عمرو.